مهندسه زايله من شركه سكاي ويل ايجيبت. النهارده هنتكلم عن برودكت وهناك فيجن، وهناك فيجن مش بس كاميرا ودي في ار. معانا تايم اتندنس واكسس كنترول والموديل نمبر بتاعها دي اس كي 1804 بي ام اف. هنشوف الباكنج بتاعها. معاها جميع الاكسسوارز، الاسلاك والالانكي والمسامير بتاعتها، ومعاها كمان النموذج بتاعها عشان نعرف نعلقها صح. كمان معاها الادابتر من هيك فيجن، ودي الفايل اتندنس بتاعتنا. فيها شاشة عرض 2.4 بوصة وبتسبورت اللغة العربية. اقدر افتحها عن طريق الباسورد او الكرود، بتشيل لحد 3000 كارت و 3000 بصمة. وكمان هي ستاند الون، فهي مزودة بمخرج USB علشان اقدر اخد من خلاله الداتا، وكمان مزودة بزر جرس عشان لو هستخدمها كاكسس كنترول. فيها كارت لان، وممكن استغنى عنه واشغلها واي فاي، فكده اقدر اشتغل عليها موبايل ابليكيشن وكمان كلاود سيرفيس. لو عايز تعرف سعر البرودكت اضغط على اللينك اسفل الفيديو واعمل لنا لايك وسبسكرايب عشان تعرف كل جديد.